مولاينا من رام الله سيد عصمت منصور الباحث في الشؤون الإسرائيلية، أهلين بك سيد عصمت على شاشتنا الغد. أتساءل معك الآن عن بنيامين نتنياهو، كيف كانت قسمات وجهه وهو يشاهد جورج واشنطن هذا التمثال في وسط الحرم الجامعي وهو يرتدي العلم الفلسطيني، كيف بدت يا سيدي؟ صباح الخير وتحياتي لك أخي محمد وللمستمعات ومتابعات المتابعين. نتنياهو لديه من الأزمات ما يكفي، وبالفعل هذه الصور، هذه المشاهد، هذه الأصوات النقية القوية يعني، والتي تأتي من هذه الأماكن بالذات، يعني كما ذكر تقريركم أعرق الجامعات، صحيح، هي كابوس كابوس. لماذا؟ يعني ليس فقط لأنه يعني هي تناصر غزة وتتهمهم بالإبادة، يفترض أن هذه النخب وهذه العائلات وهذه الأجيال هي لديهم وفي جيبهم، وتتبنى مظلوميتهم التاريخية ودور الضحية الذي يجسدونه ومردوعة، يعني حتى من منها لا يقتنع هو مردوع من تهمة اللاسامية ويخشى من عقدة أنه يعني ملاحقة اليهود وإلى آخره. الآن يعني واضح أنه الحاجز الزجاجي كسر، والعالم لم يعد يستطيع أن يحتمل هذه القسوة والصلف والوحشية، هذا القتل المباشر بن غفير، هذا القميء في الكابينيت يكون يطلع، وهذه قصة قصيرة جدا ولكن حقيقية، رئيس الأركان يطلع الوزراء يقول لهم اعتقلنا مئات المخربين، يهنهض بن غفير ويقول ألم تستطيعوا قتلهم، أين سنسجنهم، يعني أين سنضعهم. هذه هي العقلية التي تدير حرب إبادة بهذه الطريقة وتقتل الأسرى وهم مقيدون، وبكل تأكيد يعني يقف العالم في وجهها إن لم يكن الآن فلاحقا، وهذا ما يحدث الآن. هؤلاء الطلاب، طلاب العلوم السياسية وطلاب الإنسانيات وطلاب التاريخ وطلاب الجغرافيا الذين يعرفون جغرافية العالم وكل الاختصاصات، يرون ما يحدث ويرون ما يتعلمونه من قيم ومن حقوق إنسان ومن مثل، ويقولون يعني كيف، يعني كيف نتعلم هذا ويحدث هذا، ولذلك يعني هذا التناقض هو الذي فجر لديهم. عد بي إلى سنوات إلى الوراء يا أستاذ عصمت، هل كان أحد في الدنيا بأسرها يتخيل أنه يتم إلقاء القبض على أمريكي في وسط الحرم الجامعي، لديه باسبور أمريكي، لديه جنسية أمريكية، ويقال عنه أو يتهم أنه معادي للسامية؟ يعني هل كنت تتخيل أنه هذه الجملة يطلعها أمريكي وفي أرض أمريكية وعلى حرم جامعة أمريكية؟ إلى أي درجة يا سيدي إسرائيل فقدت كل شيء، كل الوريقات الطاغية، حتى أنه يقال الآن على الولايات المتحدة أنها الولايات المتحدة الإسرائيلية، تخيل. هل هذه الكلمات، هذه الأصوات، وإن بدت مرتفعة هذه المرة، هل كان يتخيله أحد في العالم أن تحدث وفي داخل أمريكا يا سيد عصمت؟ فعلا ما يحدث هو، أولا دعنا نحيي هؤلاء الطلاب في كل الجامعات، 75 جامعة التي قد تتحول إلى 750 جامعة، لأنه هذه عدوى الطلاب، يعني كل الاحترام والتقدير. نعم سهلوا العدوى، يعني يمكن أن يعدوا بسرعة، وجامعات العالم وعقبال عند جامعاتنا أيضا في فلسطين وفي العالم العربي، أن نرى أنت تتحدث عن شيء فعلا يهود، طلاب يهود، وهناك منظمات، يعني ليس فقط أفراد، جزء من هذا الحراك وجزء من هذا الرفض لهذه الحرب، لهذا الجنون. إسرائيل خسرت كل شيء ولم يبقى لديها سوى الجنون، جنون القتل، جنون الكراهية، كراهية، نحن نرى ونسمع كراهية غير مسبوقة ربما في كل تاريخ البشرية تجاه الفلسطيني وتجاه الغزاوي وتجاه المقدسي وتجاه المقاتل وتجاه الأسير وتجاه المرأة وتجاه الذي ذاهب إلى صلاته في الأقصى، فقط كراهية تملك إسرائيل وتنشر كراهية. الوزراء والضباط والقادة الجيش كلهم يتحركون بدافع الكراهية، والعالم يشتم رائحة الإبادة والكراهية من سلوك الإسرائيليين ولا يستطيع أن يصمت.
لم يعد صمت 7 شهور العالم. صحيح. وقال صحيح. أنه اليوم سترتوي كراهيتهم، اليوم سوف تشبع غريزتهم للقتل، اليوم سوف تتوقف آلة تدميرهم وإبادتهم، ولم تتوقف، ولذلك ثار العالم بهذه الطريقة. ولذلك يعني فعلا الإسرائيليين لم يكونوا يتخيلوا جامعات تضم أبناء أهم العائلات وأغنى العائلة كما يقال النخبة الأمريكية، النخبة، نخبة النخبة، هؤلاء السياسيين المستقبليين، هؤلاء رجال الأعمال المستقبليين، مدراء البنوك ووسائل الإعلام المستقبليين من هذه الجامعات يخرجون وهم يستثمرون في هذه الجامعات. وأنا أقول لك أخي محمد، دعنا لا نستهين في إسرائيل وفي اللوبي الصهيوني وفي الإدارة الأمريكية وماذا يمكن أن يفعلوا. الآن هم ينشرون مقالات باسم غزيين وبأسماء غزيين، يقولون أنه إحراقكم يضر بنا وأنه حماس إرهابية وإلى آخره. ينشرون على لسان مثليين، يقولون أنه من منكم مثلي، هؤلاء يقتلون المثليين يعدمونهم. ينشرون باسم نساء، يقولون أنه يعني هؤلاء يقتلون النساء. طيب هذه الكلمات الكاذبة يشيطنون القصد الفلسطيني. طيب هذه الأقلام الكاذبة وهذه الكلمات وهذه الدعوات وهذه الأكاذيب، هل تفلح برأيك؟ يعني هل تصمت هذه الأصوات الغاضبة المرتفعة في داخل الحرم الجامعي الأمريكي؟ هل تؤثر على اعتصاماتهم ربما؟ أو هو فشل إسرائيلي متكرر ومتزامن مع هذه الأصوات الغاضبة والتظاهرات يا سيدي؟ نحن نخرج ونتحدث ونحلل منذ فترة أخي محمد. صحيح. وأنت تعرفني لا أستسهل، يعني لا أستسهل أقول ستفشل، وكلمة فشل ليست سهلة على لساني، كلمة فشل الإسرائيليين أنا لا أستهين بهم إطلاقا. ولكن أنا اليوم سأرسل لكم وللقناة تقرير نشرته القناة 11 والقنوات الأخرى ماذا عن هذه الحركات في بداياتها. في بداياتها كانوا يقولون إنه القائمين عليها أغبياء ولا يعرفون، مضللين، وكانوا يسألونهم أنتم تهتفون from the river to the sea، وشو هو البحر، ما هو البحر وما هو النهر، ولا يعرفون الطلاب، فيقولون يعني هم مغرر بهم وسذج وجهلة، ويعني من من مغرر بهم من من؟ من جماعات فلسطينية ومناصرة للفلسطينيين ومؤامرة. وصوروا الطلاب على مدى شهرين في كل وسائل الإعلام الإسرائيلية على أنهم أغبياء، وحاولوا أن يرسموهم أنه هاي ناس مش عارفة شو بصير وما بتعرف وين النهر ولا بتعرف الصراع ولا بتعرف إسرائيل. وصارت ترند في إسرائيل، حتى على التيك توك كل ناشط إسرائيلي يطلع يصير يسأل المتظاهرين على تيك توك، يسأل المتظاهرين أنه طب شو بتعرف عن فلان، هذه الصورة اللي حملها، هذه الصورة مين هذا، هذا إرهابي ولا كذا.